الحقيقة فريقنا محتاج للدعم، والمنظومة الزملكاوية بشكل عام محتاجة للدعم، ولكن برضو هما محتاجين يركزوا شوية، ومحتاجين ان احنا ما نهبطش، وما يبقاش عندنا كده خيبة امل، ومش عاجبنا المسابقة بتاعة الدوري، ومش عاجبنا اللي بيحصل فيها، ومش عاجبنا المباراة، ومش عاجبنا ان احنا لعبنا مباراة مع نفس الفريق مرتين ورا بعض في مدة زمنية قصيرة، فنقول خلاص احنا يعني ده ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش ده نشوفه ابدا، وما ينفعش نتعامل على الاساس ده باي طريقه من الطرق. يعني لازم اي مباراه ننزلها بكامل تركيزنا، ننزلها واحنا قصادنا هدف واحد بس، وهو الفوز، الفوز بالمباراه دي، لان ده هيفرق معانا احنا، وده هياثر علينا احنا. ويعني لو اتكلمنا بقى احنا قد ايه محتاجين نركز يعني في المباريات القادمه، كلام هيطول قوي. في الاول وفي الاخر احنا همنا الاول والاخير هو نادي الزمالك، وهمنا الاول والاخير هو الفريق ده، نتمنى نشوفه في احسن مكان ممكن ان شاء الله، لكن الفريق ده محتاج للدعم يا جماعه، محتاج لدعم الجمهور، اللي دايما احنا ما كناش بنوصي جمهورنا ابدا على الفريق، ودايما شايفينه في كل مكان ورا الفريق، بيسافر محافظات، بيسافر خارج مصر، بيعمل ملاحم تاريخيه ممكن نقعد نتكلم عليها يعني حلقات. محتاجين نشوف ده تاني، ومحتاج الفريق يحس بدعم الجمهور تاني. و يعني انا بس كل اللي انا عايزه اقوله ان احنا ده فريق اللي احنا، او ده النادي اللي احنا بنشجعه، ده النادي اللي احنا هنفضل وراه طول الوقت. ما ينفعش بقى ان احنا نيجي دلوقتي وان لو مش عاجبنا مسابقه، او معترضين على حاجات معينه، او عندنا مشاكل في حاجات معينه، نرمي بقى طوبه الفريق ده ونقول خلاص يعني احنا مش موجودين. دي حاجه احنا مش متعودين عليها من جمهور نادي الزمالك، اللي واعي جدا وفاهم كويس قوي كميه المشاكل اللي نادي الزمالك بيقع فيها. فاكيد في الفتره اللي جايه ان شاء الله احنا هنشوف بقى يعني دعم غير مسبق من جماهير نادي الزمالك، وهنشوف تركيز كمان كبير جدا، ونشوف اداء بيتحسن بشكل كبير جدا من فريق نادي الزمالك ان شاء الله.